مع تحسن الأجواء تكثر الكشتات الطلعات وخاصة المخيمات، وحتى اللي يحبون أجواء البحر سواء الحداق أو ممارسة الرياضة على الشواطئ. لعبتي للركمجة يعني، عرفتيها إيه. لكن مع هذه الأجواء الجميلة تظهر سلوكيات سلبية من البعض، ما راح نقول الكل، هي رمي المخلفات أو تركها بعد الكشتة بدون تنظيف. يعني ما أتخيل إنه ممكن الناس يروحون يعني ويسوون هذه الشغلة، وخصوصا يعني صار سهل إنك تأخذ معاك يعني كياس، خصوصا إذا كياس بيئية وتكون معاك تشيل من عقبك، ليش تخلي عز الله سامع الحاويات ترس يعني بالضبط على طول الشاطئ. يعني حلو إن الواحد يتفنن في أساليبنا كيف إنه هو يحافظ على البيئة، وهذه مشاهد الصراحة سلبية وتقابلها أكيد جهود من المؤسسات الرسمية والتطوعية اللي ما قاعدة تتوقف عن عملية التنظيف، ومنها المبادرة اللي قامت فيها بلدية الكويت مع وزارة التربية واللي كان هدفها تنظيف شاطئ البلاجات، حيث شارك في العملية عدد كبير من الأطفال بهدف قرص مفهوم الوعي البيئي عندهم وحماية البيئة البحرية. بأناملهم الصغيرة وكلماتهم العفوية جاءوا الأطفال من مدارسهم لتنظيف شواطئ شارع البلاجات، متحمسين للارتقاء بوطنهم وبجودة الحياة. عمل تطوعي للوطن، راح ننظف الأرض، ننظف الشواطئ والبيئة تكون حلوة ونظيفة. أود أن أوجه رسالة للناس ألا توسخوا الأرض، يعني عشان نخلي الكويت دائما جميلة. نقول للناس اللي بتوسخ عدم توسيخ عشان نحافظ على الوطن ونحافظ على نظافته. بلدية الكويت مع مدارس التربية شاركوا في هذه الحملة لإثراء الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية خاصة بين النشأة. الهدف من هذه الحملة طبعا رفع المستوى التثقيفي والبيئي والتوعوي لأبنائنا الطلبة لنظافة الشواطئ والحفاظ عليها. حملة تطوعية بس حساس نوعي الناس على أنها عمل تطوعي وتشجيعي عشان يحافظون على نظافة الكويت. مشاركة الأطفال في تنفيذ المبادرات التطوعية تعزز من روح المسؤولية المجتمعية لديهم. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.